أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Selanjutnya kita akan undang peserta dengan nomor tampil 120.